لا غنى للناس عن السوق، منه يتزود الناس لأمور معاشهم ولما يكفيهم لقوت يومهم، غير أن السوق له نفع آخر. قد يدهشك بعض رواده من علمهم وأدبهم، وربما تجد نفعاً غير ذلك. يحدث أن تجلب البضاعة من بلاد غير هذه البلاد، ويحدث أن يقع البصر على ما لم آلفه قبل. كتلك الفاكهة التي عجبت من شكلها، ومما زاد عجبي رد التاجر عندما سألته عنها، أجاب ببيتين فريدين: وثمار من شجار ما لها كالراس راس. قلت: هذا رأس جني. قال: لا لا، أنا ناس. دهشت للبيتين أي مداشة، فما أطرفهما وما أنذرهما. وعندما سألته عن ذينك البيتين أجاب أنهما حصيلة المجلس الأدبي الذي يلازمه. ترى ما ذاك المجلس الأدبي ومتى يكون فيه؟ تبدو هنا سماء الأدب والوقار على وجوه جلاس هذا المجلس، كل منهم يحكي ما فتحه الله عليه من الشعر أو النثر، كان من محفوظه أو منظومه. الله، حديث يطرب الوجدان وينعش المشاعر، منه تسرب حب الأدب إلى شغافي. فطفقت أسأل عن كتاب يحوي أبواب الأدب من قصص الغابرين وتاريخ الذين قضوا، بوصف دقيق ومظهر أنيق، فكان الجواب مدويا: عليك بكتاب الكامل للمبرد. الكامل للمبرد، الجامع للتاريخ والأدب، والحاوي صنوف الأبواب والأرب، فيه من الرسائل والأشعار والخطب، تقرأ فيه أخبار الغابرين فتصور لك مشاهدهم، تخالها وكأنها أمامك شاخصة ظاهرة. هذا الأدب الغفير، أين شاع بريقه؟ ترى أين ولى وجهه؟ منذ القدم كانت ملتقاً للجيوش الجرارة، دارت على أرضها حروب طاحنة، كأن طلقات البنادق ونقع المدافع ينفذ من تاريخها التي أبادت الطارف والتليد. تلك هي أدرنا، المدينة التركية الشهيرة التي لم تسلبها الحرب مظهرتها وبهاءها. تقطعها الأنهار وتعلو صفحة مائها الجسور وتحلق فوقها الطيور. قادتك الأيام أن تطل على شرفات المدينة، فحتماً إن جامع السليمية سيسلب نظرك إليه ويجعلك تحدق إلى مناراته العالية وقبته السامية عريضة القطر. شيده السلطان سليم الثاني في القرن 18 الميلادي. إن أردت الولوج إلى الجامع
فإنك ستعبر خلال ممرات صخرية ضيقة لتجد نفسك محاذياً لمكتبة الجامع التي تضم بين جدرانها البالية ما يزيد عن 3000 مخطوط. شيدها السلطان سليم الثاني الذي أودع فيها مجموعة ثمينة من كتب القصر. يتردد أمين المكتبة على عتباتها صباح مساء منقباً في أكداس الكتب عن مكنون العلم ومذخوره. يقف أمام قمطر ليستخرج مخطوط الكامل لعلامة وأديب كبير، إنه المبرد. مخطوط عماني عد من أمهات كتب الأدب، هو للأدب العربي منار وللأدباء عزة وفخار، لمؤلفه محمد بن يزيد ابن عبد الأكبر الثمالي الأزدي العماني، عرف بلقبه الذي طبقت شهرته الآفاق المبرد، واحد من كبار أرباب العربية وحفاظها. ولد بالبصرة في أوائل القرن الثالث الهجري. كانت البصرة وقتها حاضرة للعلم والعلماء، سار في أرجاء المعمورة متنقلاً بين عالم وآخر حتى أورق عوده. الكامل في اللغة والأدب كتاب جمع فيه المبرد اختياراته الأدبية الشعرية منها والنثرية، مع شرحه لمن بهم معناه واستغلق على القارئ فهمه. راح المبرد يستطرد في سرده ممتعاً قارئة مشوقاً سامعة. كتب المخطوط بخط جميل رائق صاغه لبيب حاذق، تزاوج سواد المداد مع أحمره، ورقه غض طري، وقد بدأت أيدي البلا تعبث بغلاف الكتاب الملفوف بقماش أخضر.